الحروب والنزاعات أسفرت عن ملايين من الضحايا المستضعفين والمحرومين من المساعدات التي عرقل وصولها استمرار تلك النزاعات. زيادة حدة هذه الحروب زادت من الحاجة لخلق أفكار لحلول مبدعة محلية تسهل حياة هؤلاء المستضعفين. وبدورها تهدف مبادرة التحدي الإنساني الكبير لدعم الحلول المبتكرة والمدارة محلياً تحقيقاً لتقديم يد العون للمستضعفين، حيث ساهمت منذ سنة 2018 ب39 مليون دولار كندي لدعم أكثر من 50 فكرة جسورة في الكونغو وسوريا ونيجيريا وجنوب السودان والأردن وبنغلاديش وأوغندا والصومال وكينيا، حيث تدعم الفكرة الجديدة بأكثر من 250 ألف دولار كندي وأكثر من 3 ملايين دولار كندي للأفكار المثبتة في المجالات التالية: المياه الأمنة والصرف الصحي، الطاقة، المنتجات والخدمات الصحية، بيانات الإنقاذ والتواصل. وقد يكون الدعم بطريقة أخرى مثل خلق فرص تعاون مع مبتكرين آخرين، حيث أن 30% من المشاريع الممولة روادها أشخاص متأثرون بالنزاع قد حققوا إنجازات، أهمها توفير نظام إنذار لتحضير السوريين قبل وقوع الغارة ب10 دقائق، حل مشكلة نقص مياه الشرب والري من خلال الطاقة الشمسية في جنوب السودان، التصنيع المحلي لمواد إعادة الإعمار ومعدات الحماية في بنغلاديش وسوريا والعراق. هل أنتم مهتمون بتحسين ظروف بلدكم المتعرض للنزاع؟ هل لديكم فكرة مبتكرة تساعد متضرري النزاع؟ سارعوا بتقديم أفكاركم الجسورة حتى تاريخ 16 من نوفمبر 2020.